فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال شخص لآخر عليك الله ألا تفعل كذا أو ألا تقيم وليمة عشاء لي، وفعل الشخص وأقام وليمة العشاء، فهل هذا يمين؟ إذا كان قصد به اليمين فهو يمين، لكن ليس هو صيغة يمين، لم ما في حروف القسم، ما في حروف القسم، إنما قصده أنه يمتنع عن الذبيحة وعن شيء يكلفه، ما يجري مجرى اليمين، ما فيه حروف القسم حتى يكون فيه كفارة. نعم.